السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الذي جعل القرآن الكريم كلاما مؤلفا منظما، وجعله بحسب المصالح مفرقا منجما، وأوحاه إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على قسمين متشابها ومحكما، وفصله سورا وصوره آيات، وميز بينهن بفصول وغايات. فسبحان من أنزله كتابا ساطعا تبيانه، قاطعا برهانه، وحيا ناطقا ببينات وحجج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، جامعا للمصالح الدينية والدنيوية، مصدقا لما بين يديه من الكتب السماوية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف، ونتبين مواقعها من العظم، ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأولى باستيجاب التبجيل والتعظيم، وجدنا كتاب الله تعالى أولاها بذلك وأعظمها هنالك، إذ لا خير إلا وهو السبيل إليه، ولا مجد إلا وهو الدليل عليه، ولا منقبة إلا وهو ذروتها وسنامها، ولا محمدة إلا وبه صحتها وتمامها، ولا مفخرة إلا ومنه يتقد مصباحها. فهو الوفي إذا خان كل صاحب، والثقة إذا لم يوثق بناصح. لولاه لما عرف الإنسان من الحيوان إلا بتخطيط صورته، وجمال هيئة شكله وبنيته، ولولاه لما علم أحد من البشر إلى اكتساب الفضائل طريقا، ولا وجد بشيء من المحاسن جديرا أو خليقا. ولذا فإن الله عز وجل حفظ كتابه على مرور هذه الأزمنة المتطاولة، ظل القرآن الكريم كالجبل الراسخ، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. ولقد قيد الله تعالى لهذا القرآن علماء أجلاء وجهابذة فحولا من أكابر العلماء في القديم والحديث، فقاموا على حفظه وتعليمه والعمل به وإرشاد الناس إليه وتحبيب الناس فيه. ومن هؤلاء العلماء الكبار في هذا العصر الحديث شيخنا وأستاذنا العلامة الكبير فضيلة الشيخ رفعت البسطويصي البسطويصي إسماعيل، أحد علماء الأزهر الكبار الذين أفنوا أعمارهم في القرآن الكريم تعليما وإرشادا وعملا، ليهتدي الطلاب بما اهتدى إليه من العمل بهذا القرآن العظيم. ولقد قضى شيخنا حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية أياما طويلة وسنين عددا في تحفيظ القرآن الكريم، حتى تخرج به جيل هم اليوم من الشيوخ الكبار الذين نشر الله تعالى بهم القرآن في ربوع الأرض. وأنا أفخر بأنني جالسته ما يقرب من 10 سنوات في هذا العلم العظيم، علم القراءات، وأدين له بالفضل والولاء والحب والتقدير، فهو شيخنا المبجل. أسأل الله عز وجل أن يطيل عمره وأن يحسن عمله، وأن يجعل القرآن الكريم شفيعا له ولنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. وننتهز هذه الفرصة مع فضيلة الشيخ شيخنا المبارك لنتعرف على جانب من حياته العلمية مع القرآن الكريم،
أسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يبارك فيه. فنبدأ إن شاء الله تعالى هذا اللقاء المبارك مع شيخنا وأستاذنا العلامة فضيلة الشيخ رفعت البسطويصي إسماعيل من علماء الأزهر الشريف ومن علماء القراءات أياما طويلة وسنين عددا. وأتوجه بهذا السؤال إلى شيخنا، نريد أن نتعرف على بداية الطفولة وبداية عهد الصبا مع كتاب الله عز وجل. كيف كانت نشأة حضرتك مع القرآن الكريم؟ وفي أي السنوات من حياتك توجهت إلى كتاب الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي ونسلم كثيرا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سألني الابن الفاضل فضيلة الدكتور زهران طول بن حرم عن رحلتي مع القرآن، وأنا أقولها يعني كما هي حاصلة، ربما يستفيد منها البعض. أنا ظللت فلاحا إلى أن وصل عمري 14 عاما أو ونصف أو أقصى حد 15 عاما، لا أتعلم ولا أعرف الألف ولا الباء ولا حاجة، خلاص أنا ما كنت أعرف إلا الفلاحة كما ورثتها عن الأبي والجد ومن كان قبل من العائلة. فيعني هذا فلربما أراد الله سبحانه وتعالى تحويل الأمور، أن يقلب الليل والنهار، أو ما يقلبني أنا أسهل من الليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار. هل يعني انقطعت عن الفلاحة واشتقت إلى التعليم، وكنت أحترم المعلمين بشكل غريب وأحبهم تماما وأجدهم نظاف عني، أتمنى أن أكون مثلهم. فأراد الله سبحانه وتعالى بدءا في بدء أن أذهب إلى رجل ليعلمني في القرية، وكان بياخذ شيلين في الشهر ألف بيت. فظللت معه لأن يعني وصلت الشهر وأعطيت الشغل وانقطعت، لأني لا أضمن أن أوفر له الشيلين، وأنا أحب العلماء من زمان، فكيف يطلب مني الشيلين ولا أنا لا أجد شيلين؟ فبطل. فركني يا دكتور والنادي هكذا في قوة واحد في أولى ابتدائي يعني عرف الحروف ألف ب ت ألف وفتحة آ ب وفتحة ب ب أو الحروف دي، وكان هو اسمه الشيخ عبد المغني الشيخ، كان رجل مسلم. فتركته في قوة ضعيفة، في القراءة، وبعد أن أحببت أن أذهب إلى الجامعة وأنا كنت بصلي، هذا العلم يكون لحقيقة ربنا، لا 15-10 عاما ما عرفت أصلي حتى كمان، ما عرفهاش، ولكن أحبهم جدا. لما أتعلم من المدرسة دخلت المدرسة ولا كنت النواحي اللي بيجي منها العلم مش موجودة عندي، فلاح وخلاص. لما أخذ مر البهايم ونبني بعد نربة البهايم وننام ونسبح اللي عملناه امبارح نعمله بكرة وهكذا. أراد ربنا سبحانه وتعالى، فأنا ظللت مع هذا الشيخ رحمه الله إلى أن يعني نور لي الحروف بس. ورحت جلست في المسجد، وكنت أروح ليلا، أنا أظن أن المسجد خاص بكبار السن، فكنت أروح أقف وراهم وأروح بالليل وأصلي صلاة أعرفها بقى عند التيل في الغطار، ومفكر لو رحت هرجعوني، لو رحت المسجد والله. فكنت أروح أصلي في ظل التيل على الأنيان، إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى ورآني عمك الشيخ محمد السيد منصور، كان يا من الله يرحمه، كان يعني صالح جدا، فشافني قاعد في المسجد وماسك المصحف بمنديل قماش، يفكر من المصحف ده، وهو كذلك
حاجة ما تشوهاش أبدا. فمسكوا بيني وبين إيدي ومتوضنا المنديل قماش، فقال يا ابني امسكه عادي، هو في الجامعة، قال يا ابني امسكه وتعالى لي الترومبي أول الفتوح المضخة، أنا هو في المسجد بس. قلت له حاضر. فجي بقى كان الله يرحمه إذا مر بضمتين يقول لي ضمة وعصبة، الضمة اللي كده من فضل الله حتى ما تطلعش أبدا، هي كلمة منه تكتب في ذهني من عند ربنا كده. قواني القرآن في القراءة والله، أنا الشيخ الأول يعني تركني في قوة زرع حصد يعني أقصى حد. هو بقى يعلمني ده ضمة وعصبة، ده ضمتين، ده أصبر، واللي قوله لي يكتب من فضل الله أراد الله على طول. يعني أنا وأنا بعلم أقول للطالب والطالبات مرات ومرات، ومرة واحدة والله من فضل ربنا تيجي كده عامل كده وتقول. فاندركت مشيت معاه أحببته، تركت كل الدنيا وقعدت معاه ليلا ونهارا معه. يعني هو حتى لو رجع إلى البيت أنا لا أرجع، أستناه في المسجد، ما جيش هنا بقى خالص. أنا زي ما تقول واحد فلاح شاف حاجة ما كانتش ولا كان هيصورها، عضيت عليها بإيدي وسناني وأقعد في الجامع والله بقلبها طائي. كنت فقيرا جدا بقلبها سخط يعني. والمسجد أيام طوبة دي بالذات كانت طوبة الأول طوبة يعني حاجة صعبة أوي. فأمكست معه، وبعدين مرت الأيام والبقرة وآل عمران وأشياء من دي، وبقيت هذه أقعد معه والبيت الله يرحمه أرغم به. فكنت تقول لي بعض مثل سنة هذه الحروف الله يا دكتور والكلام لنا جميعا ولكل سامع وسامعة، تعرف يا رفعت يا ابني ربنا أكرمك ليه؟ أقول الله أعلم يا أمي، أنا ما أنا لقيت نفسي كده. تقول أنا في يوم جمعة علعت راسي على عوامل الأمة بقى، فكرنا متقرع الشقة والطرحة، كنت أرجى لقبول الدعاء، يعني أرجى لقبول الدعاء. وهي لما أخذ تطلع سديها وهي بتأشر درة في الدور الثاني على المقعد، وتقول الله يهديك يا رفعت يا ابني هداية يتعجب لها الأمة. والله دكتور منها بهذه الحروف، الله يهديك يا رفعت يا ابني هداية تتعجب لها الأمة، لذلك يتعجبون. رجل فلاح يحوز العلم ده كله، يعني لم أذهب إلى مدرسة ولا إلى كتاب ولا حاجة، ولكن يعني دعوة الأم ما بتنزلش على الأرض أبدا. والله يا دكتور هذا حفظت الكلمة دي منها. فطبعا هذا وأمثاله وجدت حلاوة للقرآن غير حلاوة الفلاحة ألف 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 مرة. خلاص سبت الفلاحة وسبت نفسي بقى، حاجة ما شفتهاش أبدا ولا شفت حلاوة في قلب زي دي أبدا، ولا أشوف بعد حلاوة القرآن أبدا. قعدت مع عم الشيخ محمد هو وأنا وياه، ونقوم نملى السارير بالمضخة أنا وهو قبل أن يأتي الذين يصلون الفجر بساعتين، نتوضأ ونصلي التهجد ونجلس في الترومبة. قال لي أنت رأيتها هناك؟ لا رأيتها هناك عند الشيخ الكبير عند المسجد بتاع الهدى، وأنا ليها جلسة معاه وغيب لي الله يرحمه فانوس بيتقاض بالجاز الطبيعي بفتيلة من القطن. أيوة لا كانت مش موجودة. وقول لي اقرأ يا ابني لعل الله ينفعني به، الله يرحمه ويغفر له يا رب، اللهم ادخله الفردوس الأعلى يا رب، فجازيه خير الجزاء، أنا لا أستطيع أن أجازيه، أنت يا رب. قل لعل الله ينفعني بك، الله ده كلمته من ورا منه وعمال أحفظ في النار وأصلي الفجر وعمله أصلي الفجر وعمله. حتى هو يعني في يوم من الأيام رآني والفقر يعني لما بي من جميع النواحي، كان في هذا الوقت البشوات موجودة ينفقون على حفاظ القرآن في المسجد البدوي، فقال لي يا ولدي والله أنا شايفك يا ابني، وكان بيديني كان بيجيب الأكل
والله يا دوب كان يجيب لي شقة الآن تحت الهواء أيام زمان، شقة كبيرة كده وصحن قشطة. قول يا ابني كل، مين هيأكلك يا ابني؟ مين هيأكلك كل؟ فلما ضاقت خالص قال له روح السيد البدوي تم الختمة هناك. كنت في آخر يونس، كلامه لازم أصدقه. قلت له حاضر روح منين؟ أنا عمره رحت حتى المحل الكبرى، ما فيش ما أعرفش حاجة للدموسي بس، والغاية يقع فين السكة الحديد وخلاص كلام منه. فهو قال له روح يا ابني تم الختمة هناك، لأن أنا شايف الفقر استحوحشك خالص. أنا ابني عارفها إزاي، وكان مساعدني يجيب لي أكل، وكنت ملقى عمل في أرض الفلاحين أعمل، أنا فلاح وقوي، جمعة اللي حاطب دم رز العزيق كل ده أعمله، لكن كان يتوقف بين الموسم والموسم. فقال له روح تم هناك. فرحت قلت له طيب مين يا سيدنا؟ قال من هنا ومن هنا، وصف لي. وبعد ذلك خرجت على وصفته إلى أن وصلت والله أعلم محلة راح، وكان معودنا صلاة الضحى حتى الآن لا أتركها. فشفت أنايا أو ترعة صغيرة جنب السكة الزراعية، نزلت توضيت، كانت الساعة تيجي 8:30 يعني في ميعاد الضحى. خدت المصحف وطلعت بقى مشيت، أنا طالع في الضلمة بعد الفجر، وصحيلي اللوح في آخر يونس. خدت المصحف والدنيا ضلمة، كنا في سنابل غلة، وطلعت كده من وسط الغلة حاجة صغيرة كده على وصفته. وبعد أن طلع خرج الشمس، بدأت طلعت المصحف من تحت باطي وبدأت أحفظ وأنا ماشي. فمشيت حفظت اللوح ممكن قرب من محل تراوح أو صفت تراب أو حاجة من دي، وحاولت بقى إيه أصلي الضحى على المصلية دي، ومفلوشة بقش رز وبتاع الحمد، وأتحدث أنا حفظت. لو أنا كنت هناك مع سيدنا كنت سمعتني، لو أنا كنت مع سيدنا كنت سمعت له آخر يونس وأذاني فهود، لواني وحضرني النوم. الله، والله يا دكتور تقابلت معه في الرؤية، وربي تقابلت معه في الرؤية. وكان من عادته يسمعني اللوح مرتين، سمعت له آخر يونس مرتين، وأذنت الظهر مكانه لأن كانت رجله بتتعبه، ما كانش بنطلع على المبنى الأول، ما كان ميكروفونات ولا حاجة. تقابلت معه في الرؤية وسمعت له اللوح مرتين، وما استيقظت ومشيت إلى أن وصلت حوالي الساعة 2 بالليل، وأنا مش عارف طنطا، ما عرفهاش أنا اللي ماشي، والليل دخل وما أكلتش، والله ما أكلت، لكن يعني حق ومجرب وخاصة معي غذاء الروح ينتفع به الجسم، والله ينتفع به الجسم، وغذاء الجسم أكثر من اللازم يموت الروح، والله الساعة 12 بالليل أو أكثر مش عارف إيه اللي ماشي. وبعدين ابتديت ماشي لعندما قابلنا عسكري مرور بالليل، وواحد ماشي مفيش محل، وكانت السيارة خليلة زي دلوقتي نادر مثل سيارة. قال رايح فين يا ابني؟ قلت له رايح طنطا. قال ده انت عديت طنطا من زمان، انت كلت يا ابني؟ رحت معيط وانا واقف ومعايا المصحف كده، كان معاه رغيف وطعميه الدهان، يظهر ان العسكري دي ابن حلال. قال له خد يا ابني كل ونام جنبي للصباح رباح. نمت، كلت ونمت، ومن تعبي نمت على طول على مصليه على ترعه كده، وراح مغطيني بحصيره من الخوص اللي بيجي من المشارف دي، كانت عم صلي. استيقظت على قراءة العسكري في سورة ياسين الصبح. اه والله لقيته بيصلى اتوضى من الترعة وصلى الفجر وعمال يقرأ ياسين، قمت عليه وقصيت عليه، قال لي يا ابني روح انت عديت من طنطا من زمان. راجعت في يوم جمعة وتقابلت مع سيدنا الشيخ محمد منصور الله يرحمه، قال يا ابن ربنا كتفالي، يا ابن ربنا كتفالي ناخد أخذ ثوابي، تعال يا ابن ربنا كتبهالي إن أنت تتم على يدي. كن قبل ما ضبطه الجمعة قبل ما نصليها، ونصلي الجمعة، قال يا ابن ربنا كتفالي. كانت ولاية، ولاية متمحضة عنده الله يرحمه. قعدت معاه لأن ما عملت
ما ختمت، وقال لي انا عندي كده اديت رسالتي انا ما اعرفش اجود، واداني لعمك الشيخ سيد القط. فجيه معايا وما قصر الشيخ الثاني ده. والله قال لي انت ختمت يا ابني انا ما اعرفش اجود. هو يعني زي ما تقول يعني ربنا جعلني سبب لمعرفه عمك الشيخ سيد. فذهبت اليه وقال له توصابه ده غلبان وما فيش حد وما فيش حد. قال لي هاخد 3 جنيه في الختمه بالتجميل. قلت له يا سيدنا انا هجمع واديله، يعني هجمع واديله. مش معقول. مش معقول، ما خاطر فلاح كان ممتاز و15 سنه يعني حاجه تانية، ابن فلاحه يقرب للراجل جسمه وما ادري. قلت له هقبض واديله، هجمع واديله. وفعلا اديت له 3 جنيه وجود لي تجويد كمطر، والله ما قصر. انت لاحظت يا دكتور واحنا بنجود ها؟ ما انت حضرتك هتجمع قطن وهو يجمع لك القراءة العاش. هو بقى شوف شوف انا شارب التجويد ازاي؟ ومعطيه لحضرتك ازاي؟ وبسهوله ازاي؟ ما قصر فيا. وبعد ما عمل بقى يعني طمعت بقى ان امشي في الفقه والعلوم ديت، وربنا اكرمني. واول ما ذكرت طلعت الاول على مصر كلها بثلاث سنوات. الله. لان الازهر قال لي انت كبير ما تنفع تخش سنه بسنه. فذكرت في نوع اسمه المنازل او يسمونه من الخارج، يعني مش منتظم. ايوه نعم. وانا منتظم ازاي؟ ده انا باكل على بجري على نفسي. نعم. فربنا كرمني من فضل الله ثم من فضل الله من فضل الله، طلعت الاول على مصر بثلاث سنوات. الله. فرحت بقى قلت ده التعليم سهل. مشيت فيه بقى عند ما فتح الفتاح قراءات وفقه وزي ما انت عارف كده. نعم. انت بقى لحضرتك رحله دي بعض هذا بعضها. طيب كان حضرتك حدثتني يوما انه لم يكن لفضيلتك اي علاقه بالشاطبيه، وكان حصل موقف كده بينك وبين احد الشيوخ وجهك الى الشاطبيه. ما هذا الموقف؟ ما شاء الله. فضلت الدكتور يسأل فيقول أني لست أعرف الشاطبية ولا القرآن حتى كمان. لكن هو الشاطبي بعد ما ختمت كان معي واحد يراجع حفص، أنا وهو أبو الشيخ زكريا. أيوة. كان اسمه الشيخ عبد المصور. الشيخ عبد المصور الله يرحمه. أبوه كان حافظ القراءات العشرة، أنا ما أعرفش. أبوه عالم قراءات. أبوه فلاح. الشيخ عبد المصور. الشيخ عبد المصور أبو الشيخ زكريا دلوقتي. نعم نعم. أبوه بقى كان قارئ القراءات ما شاء الله. فقال لي الشيخ رفعت تعالى نقرأ الشاطبية. قلت له ايش الشاطبية دي؟ أنا ما أعرفش فيها حرف. لا إله إلا الله. والله شوف قدرة ربك، هو دلنا عليها ولم يحفظها. لا إله إلا الله. عرفها لي وأنا مشيت. ساقه الله لك. شخصه الله لي يدلني على هذه. يعني أمر الله سبحانه وتعالى حاجة تانية. والله ما كنت أعرفها في حرف أبدا ولا أسمع عليها. هو لما ربنا جابه وحفظ معايا الفاتحة أو بعض أصول، وكان هو بيشتغل في الشركة، شركة مصر. لا. شركة مصر كان فيها علماء حقيقة ربنا بعد ما يطلعوا وتوزعوا في البلاد، كانت نخبة جميلة جدا. لا. فهو قال لي أنا أعمل بها إيه؟ أنا أروح اشتغل في الوعظ حتى احفظ حديث يسمعه الناس. طيب. انما اقول لهم الشاطبيه صح صح، الناس ينتفعون بحديث النبي اكثر من الشاطبيه. هو اراد الله وراح سيبنا لك انا. والله راح سيبنا ما حفظ منها حاجه بقى. نعم. ومشيت انا بقى عليه لعندما قرات الشاطبيه وشرحها لي برضه سيدنا، بس خلفها 7 جنيه. يعني كنت اتنفلت بقى 7 جنيه في الشاطبيه. لكن الختمة الحفص والتجويد 3، وأنا أفرح ياخد، أنا أوفر من أكل وأديله. وخلي بالك حب الشيخ سبب كبير في الفتح على الطالب. والله سبب كبير جدا في الفتح على الطالب. أنا أفرح إن أديله حتى لو مش هياكل أنا أديله. لعندما مشيت وياه وبتاع والفقه يعني درسني الكتاب في الفقه اسمه مفيد العوام. وبعدين لما كبرت شويه قدامي واحد اسمه الرفاعي الكومي، الشيخ الرفاعي الكومي رحمه الله الجميع. فذهبت اليه سيدنا قال لي على بيته، ورحت لبيته
طلب مني المادة، قلت له طيب بس مادة كانت عالية شوية علي. نعم. فعدت ورجعت إلى سيدنا الشيخ سعيد، قلت له سيدنا طلب مني فلوس كتير وأنا بشتغل عند الفلاحين في المواسم، قال هات الأفطان والعمة من المسمار وخد إيدي. رحمه الله كان خفيفا، خدته ساعة ما ديه عم الشيخ رفاع الكومة اللي يدرس لي الفقه، شافه راح قام واقف، انت جيت يا سيدنا كلك؟ انت جيت يا سيدنا؟ قال له قلت له الشيخ رفعت، قال له ما قلتوش حاجه، تعال بكره يا شيخ رفعت ادرس فقه. الله على طول كده. والله يا شيخ كان له اهابه جدا في ملوك كلها تجيبه جدا. قال له خلاص يا شيخ رفعت تعال السوق. ومشيت معاه وشرح لي الرحابيه في المراس وفي علم النحو، ومشيت برضه حبه ومع واحد انا بقى ساعدني برضه كان نظم مدرسه في النحو، مش احمد ابو يوسف الله يرحمه، ساعدني كتير في البلاغه والحاجات دي، وربنا فتح بقى ومشيت لعند ما اخذت البكالوريوس دي بتاع الدعوه. نعم. برضه منازل. نعم. وكان يجيني اعانه من الازهر 10 جنيه ومن الاوقاف 20. نعم. كانت في اعانات بتيجي لطلاب العلم الديني. ايوه نعم. وبتاع ده بقول عليها باون، كان يطلع لنا وجبه. نعم. غدوه احنا هناك وهكذا. حتى يعني زي ما تقول يعني طمعت بقى، لقيت يا ليت يعني رجلي ماشي. دخلت دراسات عليا 4 سنين. طيب يعني يعني شيخنا حفظه الله وجزاه الله خيرا جمع بين اخذه عن الشيوخ انه كان منتسبا الى كليه اصول الدين، لان كثيرا من الناس يبحثون عن التعليم الاكاديمي. ماشي، هو من فضل الله على الشيخ انه جمع بين التعليم الأخذ عن المشايخ، أخذ علوم القراءات والفقه. نعم. عن المشايخ والنحو. نعم. ثم ضم إلى ذلك انتسابا إلى كلية أصول الدين وكان من المتفوقين فيها. الحمد لله. وحصل فيها على لسانس أصول الدين، وأظن حضرتك عملت في الدعوة إلى الله. الدعوة عينت على الفور يعني. نعم. بين تخرجي واستلام العمل 15 يوما. نعم. وهددت في الخطاب الذي جاءني من الأوقاف، وإلا ونفاد بالعلم، وإن لم تحضر وتستلم أحد المساجد التابعة للأوقاف سيسقط حقوقك في الترشيع. وطبعا القرار شملني وشمل راغب بحري كله. نعم. كنا بنتعين بقرار جمهوري، فمضيت على ذلك وبرضه تشوقت للدراسات العليا زي حضرتك كده، لكن هذا فن في ضفرك وامثالك. كنت كبر سني فمشيت شويه، وكان واحد الله يرحمه اسمه الدكتور امين راشد كان صديقا لي، كان يتعجب لي وكان واخدني كده يعني، وكان راجل خفيف جدا ويحب محب لاهل الدين، ويروح يروي لما اقول له دراسات عليا يستعجب، اتعمل بقى يا شيخ رفعت. ايوه غدا يعني الدكتور امين رحمه الله ان معك الخير كله يغني عن كل خير. كان حياه ربنا حاجه ثانيه الله يرحمه. نعم. طبعا شيخنا حفظه الله، الله يبارك، انتشر طلابه في انحاء الارض في مصر وفي خارج مصر، فنريد في لمحه سريعه كده عن طلاب حضرتك في يعني الدول التي انتشر فيها طلابك واخذوا العلم عنك ونشروه في ربوع الارض. اولا يعني نبدا بمصر. نعم. اخذ عني العلم فضيله الدكتور زهران طلبة محرم، شرفا وما زال شرفا، وانا احبه حبا كثيرا، ونعلم ان المريد ابن، فاكثر البلاد يسمونه ابن، وفضيلة الشيخ احمد القصراوي وغيره وكثير جدا انا. نعم. لا اذكرهم ده حتى بالنسبه لي، والشيخ احمد القط وغيره من الناس الذين كانوا يحضرون عند الشيخ مصطفى العدوي. نعم. الله يكرمه، كانوا كثير جدا يا دكتور جدا يعني، زي ما وعندنا واحد اسمه رحمن الشيخ الفتاح انت شفته. نعم. وناس دولهم كثير. نعم. والدكتور رمضان السيد، وبالنسبه للحريم كثير. نعم. جدا جدا. نعم. بس دعنا الان ممكن يعني هن لا يريدن ذكر اسمائهن. نعم. فعشان ذلك انا اتحمل كثير من النساء. الدكتور علي. ها؟ علي بصفر. علي عبد الله بصفر. من؟ علي عبد الله بصفر. نعم نعم انا كنت هناك. نعم. نعم. كثير من الساده الكرام وكلهم يعني في حاجه ثانيه، في اعلى حب لي.
أنا أحبهم كثيرا جدا، والله أسأل أن ينفعني بهم في الدنيا وخاصة في الآخرة. تصلني دعوة من أحدهم أحسن منهم كل شيء. يعني دول طلاب سنغافورة لي في عدد كثير، ماليزيا، نيجري سمبيلان، جوهر بهارو، كلانتان، ملاكا، كل الدول دي، وإندونيسيا زرت لها من أعلى من بندونغ، نعم، ومن أسفل اسمها أداة جاكرتا، نعم، وربنا أراد الله لنا هذا، نعم، السعودية. طيب، تعودنا من خلال قراءاتنا لتراجم علماء القراءات أن يكون لبعض هؤلاء العلماء كرامات من الله عز وجل لهم، وأنا أظن أن حضرتك من هؤلاء الذين ظهرت لهم أشياء وعجائب من هذا الطريق، فلتذكر لنا يعني ولو شيئا قليلا من هذا. والله يعني كثيرة، ولكن أنت طلبت. أنا في مرة من المرات أطلب قميصا في الداخل، وأنا آخذ نقود، قال للحاج أعطيني النقود، وإذا برجل يدخل من خلفي اللي خذ القميص اللي كنت أشتريه. والله الله الحاج يا حاج، وقد أخرجت نقود القميص. لا، أنا أخذت عشان أجيب. نعم، هكذا الزوجة بقى تتعجب. والله يعني بعد ذلك أيضا يعني كان معي نظارة أعطانيها أحد الأساتذة أصلحها لهم، فقلت هات أنا أصلحها في المحل الكبرى. وكانت من عاداتي أن أتوضأ قبل طلب العلم، فنزلت في البحر السمنود أتوضأ، وقعت النظارة في المرض التي يشرب من البهاء، وذهبت إلى الشيخ فسألني أين النظارة، قلت سيبها لله سيدنا إن شاء الله يعدلها ربنا بكرة. خدت الدرس وأنا راجع في المرة الثانية بقول يا رب يا رب أنت أعلم بخفايا القلوب، يا رب بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أضع يدي ورب الكعبة والله على النظارة. الله ثبتت. ما عنديت يعني مع أن المرضى ينزل فيها البهائم كثير، وسمنود مركز مشهور أنه مركز فلاحي، ما يزل البهائم أكثر من اللي طلعة. قلت يا رب وهاخد منك كثير. هذا بعض يعني قلته. أنت من حضرتك يا، لكن يعني كثير جدا جدا أنا يعني حصلت لي. أيضا كنت مسافر السعودية، واحد يعني له أمانة في شنطتي، أنا أمر عليها في الشنطة ما ألاقي فيها حاجة، أنا مش راضي، هي شنطتي والله، مش من خوف من الله، أنا مش عارف قد كده، ودينا ليل وتحدثنا فسبتها معي الحاجة. طول لقيت مفتاح جنب الشنطة، قلت أفتح بهذا المفتاح، فتحت به فوجدت الشنطة، وقلت بعد فعملتها ومزلتك أدور عشان المفتاح ما لقاش، والله ما لقاها أبدا. الحاجة قلت لها ما في، ما هو أنا فاتح بحالة، وكل من في المطار أخذ حقيبته وده ورجع. أنت من حضرتك أخذ من هذا، وأمثالي من هذا النوع حملة القرآن لهم أكثر مني. يكفي أن الله أمن عليهم بكلامه. طبعا السفينة المركبة، طبعا شيخنا سافر إلى خارج مصر ونشر العلم في المشارق والمغارب، الحمد لله. والسفينة التي غرقت هنا في البحر كان شيخنا أحد الراكبين فيها، وحكى لنا عجائب في هذه الليلة، فماذا يا ترى يعني حدث لكم مما هو فضل من الله عليه؟ الحدث أن بعد العشاء أنا أصلي في مؤخرة السفينة، نعم، العشاء، نعم، هي فيها في مؤخرتها كده خشب واسع كده، فبصلي على العشاء، نعم، ونحن في الصلاة شعرنا بدربكة في السفينة، السفينة المطور تآكل، فبعد أن تآكل خرجت فوه من المطور على الأخشاب والشنط والأخمشة المشتراة
فوق من الماء ولا من النار؟ لا من النار. من النار. من الماتور نفسه. نعم نعم. يعني كما قالوا نحن على سبب الحريق هي ما غرقت. لا. لا. احتضر. ظلت على الصاد. حتى رأيناه بالنار صاد. يعني والله صاد. أحرق. الخشب والسيارات والهدوم والشنط وكل ما تأكله النار. إنما الصاد وقف حتى الساعات العشرة صباحا نكت ليلا. نعم. فهو لما حصل الحريق كل من الركاب يبحث عن نجاة. خلاص انت تتاكد يعني بحكم الانسان انك تموت مغروق حرقه او غرقه. نعم. كل من تفونه يا حرقه يا غرقه. القانون الانساني يقول ذلك. لان اين تذهب؟ انت شايف بر والنار وراك. فبندري هنا وهناك. فداري معايا اثنين او ثلاثه من الشباب يعني في سن الشحمه كده أو أكثر. فهم يبحثون من متذكر اثنين أو ثلاثة. فطلعنا في الدور التالي نبحث. النار قربت منا قربت منا خالص. فأنا بتدور ما وجدته. والله يا دكتور ما شفتهم التريين. لكن أظن أن النار لفحتهم. النار بقى في ماء يعني لا في أمامها بيت يحوش ولا جدار ولا شجره ولا هدف في الماء في الماء وجلال الهواء من كل ناحيه بيسهرجها بينفخ فيها. فبلتفت ما لقيتهمش. تبقيت منفردا في الدور الرابع او الثالث مش متذكر. فوجدت قاربا من القوارب قوارب النجاه اللي بتبقى ايه في جنبها بجوار السفينه. فانا عايز انط فيها لان بيني وبين النار بتاعي مترين وعمالة تقترب مني. القارب أمسكه لها ثقيل يروح هناك. هو بيتحرك بحركة الموج. نعم. يروح ويتخبط في السفينة ويروح تاني. فأنا عشان أثبته ونط ما لقاش. هلقاه يطفينا على وشي. لجامل. قلت وعلى آية. إذا جاء بجوار السفينة نط فيه. خلي بالك. النار هو له حلقه زي حلقه لما اخذ البهايم بتاع الطوالع. ايوه. النار كانت حديد. الله اكبر. ومعموله في الخشب، النار كانته. الحلقه بقت على حاجه بسيطه. فلما جيت انط نطيت من ناحيه اتاكلت وعامل كده. من ناحيه كانتها النار. الحلقه. رحت واقع في البحر. اتقلب بيها بقى بعد ما كان قارب كده. علقت الحلقه اتعلقت وحلقه انطبت وقعت اتقطعت من النار كليتها. فانكبيت وقعت بقى في النار في البحر. ما اعرف بقى الايه ولا ايه. اتاكدت الموت تماما. هو بس القارب يعني هو يعني انا ظننت ان في حتى بعض النجاه ولو نصف ساعه عشان يعرف ابن ادم ان العمر غالي. قلت نصف ساعة يعدلها المولى عز وجل. نط. فبنط نطيت من ناحية حلقة تأكلت النار. كلتها النار. راح رميني. وطبيت فيه راح مضغوط عليها راح رميني من ناحية. اتعلق الآية. نزلت في البحر بقى. فقلت الموت لا محالة. لا محالة. فتموت على ايه؟ على الاستغفار، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تموت على قراءة القرآن، تموت على صلاة النبي، زي واحد مهووس. واحد مهووس هيموت بعد قليل، ويموت وفي فرص قدامه مش هياخدها بعد الموت. فاستغفر تموت على الموت، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أتوب إليك، صلى على النبي، أتى بالصلاة، صلى على القرآن، أقرأ ياسين، قرأت ياسين، ومن فضل ربنا ولا توحي فيها حاجة أبدا. بس هو فضل ربنا بيبقى العقل ما هوش عقل كامل يعني بصيص منه جدا عشان المرء ما يخافش يعني اصحاب الحوادث دول بيصعبوا علينا لازم ما بيشعروش بيبقى معاه يعني واحد من 100 من العقل وبقيه العقل السليم ده لو تصور انه في بحر في ظلام في ليل هو هيموت من نفسه. فمن لطف ربنا
يعني يسحب من أصحاب العقول عقولهم عند تنفيذ القضاء، يتبقى معاه بصيص خالص إنه يفكروا إن هو صاحي، يعني صاحي ما زال حيا مع الأموات مع الأحياء وهكذا. ففضلنا لما للساعة 9 بالنهار، وجت بتاعت من السواحل بتوعنا بقى في سفينة فرنسية كانت ماشية خدتنا شوية يجي ساعتين ثلاثة وأكلونا وبتاع، وأخبروا السواحل إن في جماعة مصريين عندنا تاخدهم. أول ما خرجنا في سفينة فرنسية. نعم نعم. وبعدها سلمتنا السواحل. السواحل بقى يعني المصري الله يهديه يعني مش عارف عنده إهمال ليه، جاب بتاع بيجره زي وينش وخشب فلك خلش خشب من بتاع القطار بس طويلة فلك، انت مش هتقرأ صحيح لكن الأمواج عمالة تضرب في الخشب يتهيألك انت هتقع خشب بقى، حتى مالش قطار والله يعني خشب أملس خشب وخلاص، هو الخشب وبيشد وينش له تراب زين ملوش، المهم ينجو من كتب الله له النجاح. يعني ما عم اخرين يعني شيء يخوف، احنا شيء شو طول الليل في خوف ايوه نعم ما حاسه يحملوه تراب زين الواحد يمشي تراب مو ملو. نعم هو خشب مطول الخشب اللي من اول مره وخلاص وقفنا عليه، واحنا كنا كتير خمسه رجال واظن واحده او ست رجال واحده، والواحدة ديت اللي بين يعني بطن رجلها مفتوح كده زي السردينة ما نعرفش اتعثرت في ايه، بطن رجلها مفتوح كده ما لا يعني باين منه العظم، وباين معها زوجها عمالة تعيط وهي روحها هي داخل سفينة ينجو منها مثلا زي ما قلنا خمس رجال او ستة وواحدة، الباقي راح فين حتى راح، حتى من هؤلاء الواحد كان في الحرم وبيسأل يعني واحد عاجز، فقابلته قبل ما اطلع على السفينة أنا والثلاثة شباب دول، قول لي يا محمد أساعدك قصدي موت يا شيخ رفعت سيبني، يعني شاب كان يعني فبيسأل ربنا في الحرم ورجع معانا، فبقول له أساعدك قال سيبني يا شيخ رفعت دموتي والله يا زي ما تقول بقى شوف لما يكون واحد بيستنى الموت قال سيبني بيموت، لا روح فين؟ عاجز بايده ورجله قاعد على كرسي قال سيبني موت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انتظروا حتى قالوا ان عثروا عليه بعد يومين او ثلاثه على قزم ولا بيسموه ايه الجماعه اللي هم عاجز دولا الله يرحم الجميع قال سيبني دي موتي، طلعت بقى فوق كل واحد امل بنفسه. وأخيرا من كرامات أئمة القرآن خصوصا والعلماء عموما أن الله عز وجل يحفظ عليهم علمهم وتفكيرهم وثباتهم العقلي مهما امتدت بهم الأعمار. وأنا يعني جالست الشيخ زمنا طويلا واستفدت منه في القراءات العشر استفادات عظيمة ما وجدته يوما سئل عن مسألة في القراءات إلا وأجاب قبل أن يكتمل السؤال، وطبعا هذه كرامة عظيمة لشيخنا ولا يزال متمتعا بعلمه متمتعا بعقله وتركيزه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يجعل القرآن الكريم نورا له في الدنيا والآخرة وأن يمتعنا بحياته. وأشكر فضيلة أستاذنا وأشكر فضيلة شيخنا على هذا اللقاء الممتع، ونطلب من طلاب العلم أن يستفيدوا من هذه الرحلة العلمية المباركة، فلقد ضحى بأيامه وساعاته وطعامه وشرابه في سبيل أن يكون من كبار علماء القرآن والقراءات، فأعطاه الله ما يتمنى في الدنيا ونحن نسأل الله أن يعطيه ما يتمنى في الآخرة في جنات النعيم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يفعل ذلك بنا وبكل المسلمين الموحدين، هو ولي ذلك ومولاه.
والشكر موصول لأخي الشيخ أحمد القط على هذا اللقاء المبارك الذي تفضل به علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.